يا صباح الخير، يا رب اليوم يكون خير عليكم. انا دائما بضل مشوشه بالطبخه ومعكم، كنت مركزه بالطبخه سوري. يسعد صباحكم بهالبردات اللي كثير. بصراحه عم بحتار شو بدي اعملكم اكلات. اليوم قررت اعملكم اكله هيك ظريفه خفيفه، هي كثير بنحبها، هي مطبق الباذنجان. بتعرفوا نحن هلا بالاحوال العاديه ما عم نلاقي كثير خضره بالسوق، لهيك عم نحاول يعني اللي موجود بالسوق نعمل منه اكلات. بس اليوم سوري رح اعملكم هيك اكله يعني شكله يكون شوي غريب. اول شيء رح اعرفكم عن المقادير. هلا هون طبعا جنب بدنا، انا بدي اعمل رز بشعيريه. هون عندي رز نقعد تقريبا كاستين، مثل ما تعودتوا علي انا مع رزاتي لازم احط زيت وسمنه. هون احتاج شعيريه. هون في عندي وقيه لحمه بتمنى تكون كباب، لانه هلا نحن بدنا نعملها بطريقه كثير حلوه ولذيذه. هون احتاج حبتين من الفليفله، وحده خضراء وحده حمراء. انا هون قبل بشوي قشرت الباذنجانات مشان الوقت، بس بدي اياهم لورجيكم كيف بدنا نقطعهم. هاحتاج بندوره كرزيه، ما عندي بندوره كرزيه ما عندي مشكله. هلا هون في عندي دبس فليف بندوره، هون هاحتاج بس ملح وفلفل وبركة، وهون رح احتاج شويه بصل. هلا انا وياكم رح نعملها سوا. هلا اول شيء لازم نتبل اللحمه. انا قبل بوقت شغلت تحت الغاز، يعني بتمنى اللحمه شوي اليوم تكون كباب يعني مشان تساعدني بالكبكبه. هحط لها بس ملح مع شويه بابريكا وشويه فلفل اسود. وشوية بصل. هي هلا حركب ايدي اخر شيء بس مشان ما اقيم الكفوف. خلينا نساوي الباذنجانات انا وانتو سوا. هلا الباذنجان انا بدي يا رقيق شوي يعني مو كثير سميك. ومثل ما علمكم تتذكروا طريقه البيض العجل، قلت لكم دائما بغب مي. هلا نحن هوا، انتو فردوه على بشكير مثل ما علمتكم ورشوا عليه ملح واتركوه شي ساعه لحتى يغب مي. بدي اياه بهذا الشكل، يعني تقريبا انا الحبه رح تعطيني خمس شرحات. هيك شايفين كيف رقيقه، انا هيك بدي اياها. حارجع اقطع هي كمان. هيك لانه صايرين بننزل على السوق ما بنلاقي يا باذنجان يا كوسه، ومو كوسه مو موسمها يعني ما بتطلع كثير طيبه. واني انا صراحه من عشاق الباذنجان باي اكله. هيك كمان حرقق. هلا ما صفي غير ننزلهم بالمقلايه ونقليهم. ومثل ما قلت لستات البيوت، انتم دائما تبعوا الطريقه اللي انا علمتكم اياها مشان ما يغب بيض العجل. الزيتات وتقولوا راحوا الزيتات. بدهم يطلع وجبتين عنا. حاتركن انا لحتى ينقلوا. هلا حساوي اللحمه انا وياكم. بصراحه اللحمه دائما انا وقت بيكون عندي شغل كباب ما حيمشي الحال غير اني انا ادعكها بايدي بهذا الشكل. اذا ما حبيتي منظر البصل يتبين كمان ممكن تبرشيها برش. بس انا ليش برش ما بحبها؟ لانه متى ما برشتها بتنز مي، ما بحب انا المي تبع البصل وبتعطي ريحه انا ما بحبها. انا بحبها هيك ولو مفرومه ناعم ولو انه تبين اساسا. هلا انا ما بدي احطها بالفرن ما كثير بتبين. انا بحس لهي الاكله نوعا ما اقتصاديه، يعني ما في يعني فيك تتحكمي بكميه اللحمه، ممكن تحطي هالقد لحمه ممكن هالقد لحمه. شايفين هلا هيك حنجي على هذا الجات وناخذ هيك قطعه ودي اياهم دوائر بهذا الشكل. يعني هي الطريقه فيكم تقولوا اذا عندنا عزيمه كثير رح بتفيدنا، يعني شكلها حيطلع كثير حلو كثير مو شوي. يعني هيك نوعا ما تغيير شكل. هلا انا بصراحه ما ضل عندي غير انا انطر على الباذنجان رح كمل انا هدول كبكبتهم مثل ما انتم شايفين بهذا الشكل. يعني انا بصراحه بغيابكم ما رح اعمل شيء، رح كمل كبكبت هدول الطابات تبع اللحمه. حاستنى شوي على الوجبه الاولى لتخلص ورد ارجع اجلي الوجبه الثانيه وصفيهم كثير منيح، وبرد برجع لعندكم لورجيكم كيف رح نطبق رولات الباذنجان. يسلموا كثير شيخ، الله يسلمك. يا ورد ويا مشلين ما قلت. ما قالت يا ورد. يا ورد ويا مشلين. خلص شكرا. يا اهلا وسهلا. شكرا شيخ.
يا صباح الخير عن جديد، يا رب اليوم يكون خير عليكم جميعا. كل حدا عم يتابعنا اليوم عملت لكم اكله طيبه لذيذه، انا شخصيا بموت عليها، بالذات يعني انا اي اكله بفوت عليها الباذنجان بحبه كثير، ومين مثلي بس يقلي باذنجان للمقلوبه للمطبق لاي شيء، بجيب خبزه وبيحط عليها بقدونس وباذنجان وبياكل. انا بصراحه قبل شوي كنت عم اكل منها، ما بنكر انا اطيب الباذنجان ما بلاقي، بس اليوم جايبت لكم هيك طريقه خفيفه ظريفه، يعني ممكن اذا نحن حبينا نعملها بالعزيمه شكلها كثير حيكون حلو. وشغله ثانيه، اذا زوجك كثير بحب مطبق الباذنجان وعملتي له يا بالرولات رح يطير عقله ويرتفع رصيدك عنده. حورجيكي هلا كيف شو عملنا. اول شيء هلا انا قبل يعني بالقطعه اللي قبل انا قطعت الباذنجان، شايفين انا بدي ارقيه بهذا الشكل، بس هذا الشيء الوحيد اللي عملته. وعملنا اللحمه هون عندي اياها كباب، حطيت لها ملح وفلفل وبصله بهذا الشكل وعملت كرات. هلا انا وياكم نحن بربا، بس قبل هيك انا مو بدي اعمل جنب منها الرز بالشعيريه، هون حطيت عندي زيت وسمنه. دائما انا سر نجاح الرز عندي اني انا بخلط معه الرز والزيت والسمنه. هلا حقلي معه الشعيريه، وعندك رز مصري ما عندي اي مشكله، اي نوع رز وعم تحسي ما له ظابط معك، يعني هلا يمكن ستات بيوت كثير صاروا يعرفوا المعلومه، بس كمان بدي احط ببالي انه في ستات بيوت جداد عم يتابعوني. انا دائما بخلط بين الرز الطويل تبع الكبسه وبخلط، يعني تقريبا حطيت كاسه ونص مصري اي نوع، يعني رز ما عدمان يعني ما عم يشتغل معي وعم يطلع مثل البرغل، بس بضيف عليه نص كاسه رز الكبسه اللي بيجي بالخيش، بتطلع النتيجه جدا جدا رائعه. خلينا نخلط بين الزيت والسمنه ودعولي، هنتركها شوي لحتى تتقلى. وهي تقريبا هي الأكلة المطبق هي نفسها، بس هي رولات انه بس شكلها حيتغير معنا شوي. هاترك شوي الشعيرية لحتى تدوق يحمي السمنة، لهلا ما حميت، قديش برد، ناقص 4 اليوم درجة الحرارة. هلا رح ورجيكم كيف رح نلف الرولات تبع، بس ذكروني بالشعيرية لتنحرق معنا. هلا حنجيب هون هيك رول، وبجي بحط هي هون بهي الطريقه، شايفين كيف؟ هلا حجيب انا عندي الكره تبع اللحمه، حلف هيك بهي الطريقه، شايفين كيف؟ وحنبرم، وحجيب عندي الكوردونات وينهم لكم، بس قبل ما احطها رح سكرها بفليفله وحده وبندورايه وحده ونشكها لتحت 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 هيك. شفتوا كيف شكلها طلع كيوت كثير وبجنن. هلا حنقيمها ونحطها هون، حساوي معكم وحده ثانيه. عن جد يعني اذا تخيلي هيك جوزك بحب هالاكله وعملتي لها رولات، حنرجع نحط هيك، يعني انا اروح عند حدا ويكون مدللني هيك، يعني مو بس مخرط لي اياهم وزاتتهم بالصينيه. وهيك حنرجع نحط فليفلاي، ذكرتوني شيء بال ما ذكرتونا الشعيرية، رح نشوفها للشعيرية، حشكها هيك، ومثل ما قلت ما عندك بندورة كرزية ما عندي أي مشكلة، ممكن تجيبي بندورة الحمراء وتقطعيها مربعات بهذا الشكل، وهي صار عندي وحدة ثانية. يا الله شو حلوين. رح نشوف الشعيرية. لسه بدها شوي. إذا نحن ما عم نتفى كيف هي بدها تتقلى؟ اتركها كمان. لسه بدها شوي، حنرجع نعمل كمان وحده ثانيه. انا حاعمل قدامكم هي اخر وحده مشان تبين معاكم، حارجع اعمل هيك، لاحظتوا انا عندي اياها رقيقه، هلا اذا سميكه شوي ايه، بس انا خاف الكوردونه ما بقى تكمل معاكم وتعذبكم، حنلف هيك بهي الطريقه هيك، حنرجع نلفها. ونرجع نجيب فليفلاي خضراء مع بندوراي. هي منيحه. وكوردونه. لا تقولوا لي ما حلوين، حلوين. يعني أنا شخصياً مبسوطة عليهم، ومشلين ورد عم يتفرجوا عليهم من بعيد وشايفينهم كثير حلوين. هلا مسألون على كلين، هلا أنا مشان هدول هلا أنا رح كملهم هلا لحالي، هلا أنا هون شو رح أعمل؟ رح أجيب لورجيكم، هي كثير سهلة، نفس طريقة المطبق اللي نحن عادي بنعمله، رح أضيف عليه شوية مي. حطيت هون معلقتين دبس بندورة. نشوف الشعيرية. لا هيك كثير، والله شكلها حترجعوا لعندي لبعد شوي، لا ان شاء الله يكون استوي الرز اساسا. هلا شوف انا هون عندي حاطه تقريبا معلقتين دبس بندوره
بهذا الشكل لحركهم، لحكمل انا الرولات هون عندي، انا لسه عندي آلية كمان، لحكمل الرولات احطهم هون بالبايركس، بس لحضيف عندي ملح وفلفل ولحط فوقهم منهم الصوص تبع الدبس البندوره، وبحطها شوي بالفرن، يعني تقريبا بدها تاخذ معي بحراره 240 تقريبا شغله ثلث ساعه بتكون مستويه، لانه هي اوريدي عندي اياها الباذنجان مستوي، انا بس بدي البندوره تتعقد شوي، وبرجع لعندكم بعد شوي ان شاء الله يكون خلص الرزات يا مشلين ويا ورد. شكرا شكرا لك. بدك الرز يستوي او النار تعطي حراره؟ اذا إلي حراره شوي عم قصفهم فيهم لهلا، حراره واحد الحراره بدمشق واحد. لا ناقص أربعة، هلا انا شفتها على موبايلي ناقص أربعة تماما برا اكيد. هلا بلشت تصير واحد اعلى من درجه التجمد بدرجه، ف يعني انا هلا اذا بقيم بحط ايدي هون ورد على فكره ما بتشعري بشيء، ما عم بشعر، يعني اللي شوي عم قصهم فيه انه سخنوا بقى شايف، بس انا كثير حبيت الشكل عن جد، يعني بيقولوا العين بتاكل قبل التم، شفتي شفتي كثير رح يطلع الشكل، بتعطيكي شغلات دائما دائما، يعطيك العافيه. يا اهلا. يا صباح الخير عن جديد، وهيك مثل ما قالت مشلين خلص الشكل النهائي الجميل جدا والرائع، يعني انا شخصيا في اكلات هيك دائما بس ارجع على البيت بضيفها على المنيو، يعني من الاكلات المميزه بتكون عندي، وفعلا هي من الاكلات الشرقيه المميزه عندي، يعني انا عامله منيو للشرقي والغربي، عن جد شوفوا كيف صارت عندي رولات الباذنجان بهذا الشكل الرائع جدا، وانتهى كمان عندي الرز، وممكن بس ضيف عليه اضافه كثير خفيفه اللي هي فلفل اسود، عشقي انا مع الرز، كمان فوق هون ممكن تتحمل كمان شوية فلفل أسود هون، أنا بغيابكم مثل ما شفتوا بس حطيت المرقة وحطيتهم بالفرن وصار الشكل النهائي هيك يا مشلين ويا ورد. شكرا شكرا، يا أهلا وسهلا، يعطيك العافية شيف، يعافيكم يا رب.